وللحديث حول هذا المشروع يلتحق بنا من الرياض الكاتب الاقتصادي الأستاذ محمد السويد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد معنا في هذه النشرة. مشروع بهذا الحجم وبهذه الضخامة ونقلة نوعية في منظومة النقل العام في المملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، كيف تنظرون إلى هذا المشروع من رؤية اقتصادية؟ نعم، المشروع هو شيء هذا طبعا ضخم جدا، الأول من نوعه في المنطقة الغربية الآن، يعني حيثياته أو المنطقة اللي يغطيها والمناطق اللي يوصلها بعض كنقل، والسعة حقتها حتى الآن كبداية تعتبر جدا جدا جميلة وممتازة، وراح يكون لها يعني أثر جدا عظيم على المنطقة اقتصاديا. نعم، ماذا عن جانب توطين هذا القطاع، قطاع النقل في المملكة، بالحديث حول أن حوالي 3000 شاب وفتاة سعوديين هم من يعني يشغلون هذا القطار؟ هذه خطوة جدا ممتازة يعني، ويعني خلينا نقول تحسب يعني للمشغلين أو القائمين على المشروع، مثل المشاريع هذه توطينها بالشكل هذا وبال يعني توفير القوة العاملة السعودية فيها تعتبر يعني خطوة جدا جبارة بالنسبة لل يعني عملية السعودة وتوفير الوظائف. لكن بشكل عام يعني حتى يعني أو الأثر الاقتصادي له يبي يكون يعني عظيم، لأن النقاط اللي يربط ما بينها اللي هي مكة وجدة ومدينة مكة عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة، خلينا نقول يعني الأثر هذا يعني بيمتد مو بس فقط خلق الوظائف، لا أيضا بيخلق أسواق لكثير من القطاعات في المنطقة هذه المحلية، وحتى الوظائف يعني اللي موجودة راح يكون سهل لأصحاب الأعمال وأصحاب الوظائف أنهم يعني يلتقوا مع بعض فيها. يعني على سبيل المثال الوظائف اللي موجودة تكون مثلا في مدينة مكة عبد الله، والقاطنين في مدينة المنورة في إمكانهم يعملون فيها، لأن المسافة بينهم تقريبا 61 دقيقة ساعة، اللي عادة المسافة اللي ممكن يقضيها الشخص في للذهاب للعمل، أو ما بين مثلا مدينة مكة عبد الله الاقتصادية وجدة اللي نتكلم عن تقريبا حدود 50 دقيقة أو فيها أو 60 دقيقة تقريبا أيضا، كلها على بعضها هذه يعني أيضا زي ما قلت لك تخلق نوع من أثر اقتصادي يعني عظيم جدا، أكثر من مجرد بس فقط الوظائف اللي يخلقها القطار لمشغلينه فقط. هل لذلك أيضا ارتباط أستاذ محمد بجذب استثمارات سواء في هذا القطاع قطاع النقل أو غيرها بحكم يعني سهولة وسرعة الربط ما بين هذه المدن التي أشرت إليها خصوصا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؟ بكل تأكيد ذكرتها بالضبط، اللي هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الآن يعني خلينا نقول جاذبيتها كانت أقل قبل القطار هذا، لكن مع وجود القطار الآن في إمكان الناس اللي ساكنة في الرياض في الدمام أن يكون لها بيت ثاني موجود في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هو يكون الرحلة حقتهم تقريبا حيقول ساعتين ونص الطيارة والقطار بدون ما يعني يضطر انه يترك المطار طبعا او بس يستقل سيارة ثانية يوصل له. فمثل هذا فقط يعني الميزة هذه اللي موجودة للمدينة انه كأن المطار طبعا موجود فيها يجعلها يعني فرصة جيدة انها تبيع الكثير من منتجات خلينا نقول الوحدات السكنيه اللي موجوده فيها، ويعني للسياحه تقريبا او زي ما قلت لك بيت ثاني للسعوديين اللي موجودين في المناطق الثانيه. نعم. ايضا يفتح لها المجال لل يعني خلينا نقول فرص كثيره زي ترتيب المعارض بشكل افضل الان، لان المطار الان بوجود القطار ما بينهم وكان المطار موجود في المدينه نفسها. طيب استاذ محمد، يعني الارقام تتحدث عن تجاوز تكلفة المشروع الإجمالية حوالي 60 مليار ريال كأحد المشاريع التي يعني يمولها صندوق الاستثمارات العامة، كيف هو الأثر بالنسبة للجانب الاقتصادي بالنسبة للمملكة واستثماراتها القادمة بشكل عام؟ طبعا في البداية طبعا عوائد المشروع من الركاب واللي راح يستخدمونه تكون ضخمة، لأن تلاحظ في تقريبا الحجم حجم السعة حقت القطار تكلم عن 60 مليون رحلة سنوية،
بالاضافه عفوا 60 مليون مسافر في السنه، هذا مستهدف. نعم. في مكه فقط بالحالها يعني حجم الضغط اللي بيكون موجود عليها، لنا محطه واحده موجوده في مكه اللي هي 20 تقريبا 13500 راكب كل ساعه من ناحيه، فهذا مفيد من ناحيه تنقل الحجاج ووقت الحج او العمره، هذا شيء. هذا شيء. الشيء الثاني انه راح يعني يدعم عملية السياحة في المنطقة بشكل رهيب، لأن الآن زي ما سمعنا عن تأشيرات العمرة والحج راح يكون جزء منها السياحة أيضا متاح للمحتج، عفوا الحاج والمعتمر، صحيح. يعني ذهاب لمناطق أخرى غير مكة والمدينة. فمثل المشاريع هذه والمشاريع الأخرى إن شاء الله اللي جاية معها قطارات ومشاريع النقل الأخرى راح يكون لها أثر جدا 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 فعال، مو بس فقط على الموضوع يعني على المشروع نفسه فقط، لا على اقتصاديات المنطقة ككل. نعم. الكاتب الاقتصادي الأستاذ محمد السويد من الرياض، شكرا جزيلا لك.